دايما طموحنا في النادي الاهلي ملوش حدود، ودايما اتربينا على ان ما فيش حاجه مستحيله طالما احنا بنتوكل على الله ثم بناخد بالاسباب. قبل البطوله يمكن كان عندنا طموح كبير جدا ان اولادنا وصلوا لمرحله من اللياقه البدنيه والدفعه المعنويه القويه جدا من خلال المباريات اللي كانت موجوده سواء في الدوري او في السوبر، نتائج كلها جيده جدا، وبالتالي احنا رايحين بطموح ما يقلش عن البرونزيه اللي احنا كنا اخذناها السنه اللي فاتت. الحقيقه كابتن الماتش ده يعني كان سجال ما بين اثنين مديرين فنيين كل واحد عنده المعطيات بتاعته وعنده الاسباب بتاعته. الراجل بتاعنا درس الفرقه كويس قوي، ومجرد ما خلص اوكلاند ابتدى يفكر في الماتش الثاني، عارف ان هم جايين بقالهم فتره كبيره ما بيتمرنوش، عندهم فتره اعداد. استغل هذا الكلام طبعا من البدايه، ثم في الدقيقه 60 زي ما حضراتكم قلتوا ابتدى يعمل التغييرات الهجوميه، لانه ابتدى بثلاثه في المقدمه صحيح، ثلاثه متغيرين عن الماتش اللي فات، ويمكن دي تخلي فيه استغراب شويه. لا، كان في وجهه نظر ان هو عايز الشوط الاولاني مقسم المباراه لفترات، الشوط الاولاني ان انا بدافع كويس قوي، وانا عارف كويس جدا ان اللياقه البدنيه بتاعتهم مش هتسعفهم في الشوط الثاني، وبالتالي عمل التغييرات اللي هي مؤثره وفيها استحواذ في اخر 20 دقيقه او 30 دقيقه. وبالتالي ارى الراجل كولر الفرقه كويس قوي، بعكس الفريق الاخر المدير الفني لفريق سياتل. انت راجل مش فت وجاي من فتره اعداد، ازاي تضغط من البدايه؟ من البدايه بيضغط علينا الشوط الاولاني، بيضغط من البدايه، الضغط البدايه ده لازم هو لسه حتى كابتن لم يكمل فتره اعداده لسه، ما عشان كده انا اول ماتش ليهم يوم 27/2 واخد الماتش عافيه. يعني انت عارف ازاي حضرتك، يعني انا اضغط من البدايه كويس في ماتش انا ما فيش لياقه بدنيه، فدي طبعا قرايه من كولر ان هو قاري كويس. الراجل الثاني برضه ما كانتش القرايه موفقه، لكن الحمد لله الحمد لله ان اولادنا الشوط الثاني كانوا افضل جدا من الشوط الاولاني. صحيح.